المقادير هي عبارة عن 3 رغفة متوسطين الحجم مقطعين مكعبات ومقليين. للتتبيلة بنحتاج لتومين أو 2 توم مهروس، عصير ليمونتين، رشة ملح، 2 قرن فلفل حار. ولصلصة البندورة بنحتاج علبتين بندورة مقطعة من نيولاند، ملعقتين كبيرة زيت نباتي، ملعقتين كبار رب البندورة، وتوم واحد مهروس، 4 ملاعق كبيرة دبس الرمان، و3 ملاعق كزبرة طازجة مفرومة، رشة سكر، نص قرن فلفل أخضر حار مفروم، ملح وفلفل أسود، 10 حبات باذنجان صغيرة مقلية. وللبن نحتاج لكوبين ل3 أكواب لبن، 3 ملاعق كبيرة طحينية، توم واحد مهروس، رشة ملح. وللحمة نحتاج لنص كيلو لحمة عجل مفروم خشن مرتين، وملعقتين كبار زيت نباتي، نص ملعقة قرفة، وملعقة كبيرة بهارات مشكلة، رشة ملح وفلفل أسود، نص كوب صنوبر مقلي أو لوز صنوبر. بعدين كمان نحتاج لـ3 ملاعق بقدونس. هي مش قد صعبة. مفروم للتزيين. هي بدها خلصنا. بدها مقادير كثيرة. هلا منبلش فيها. اوكي. أنا رح أدوق تارت اللوز. دوقيها على راحتك. شوف. هلا هي إذا كان كل شيء جاهز من قبل ميس ما فيش أسهل منها، بس تطبيق. أوكي. بس هي إنه التجهيز هو اللي بياخذ وقت، معلش أنا ذاكرة بتهملونا. هلا البسكو الخبز المقلي بنحطه بقاع الفايركس من تحت، بنبلش فيه. بعدين هلا في ناس بحطوا كل الثوم باللبن، انا ما بحب عشان بصير بيطلع طعمه كثير قوي. بوزع الثوم اذا لاحظتوه على كل الوصفه، بجيب مدقه الثوم برضه زي ايام زمان، انا بحب هاي الاشياء. ومنحط طبيعي تارت اللوز زاكي كثير. صحتين. شو ايديك؟ بنحط التومه وبنحط فلفل حار، بنكتر انه هو اللي بزكي. نحط رشة ملح وشوية ليمون. هلا بتشوفوا كيف تطلع. نحط شوية من الليمون وبندقهم بمدقة التوم. هم اللي بيزكوا كل زاكية. صحتين. هاي كتير مناسبة للعيد التارت، يعني هلا للكريسماس كثير مناسبة. هلا بعد ما دقيناها تمام، بنحط هاي التتبيلة على الخبز نفسه. ما بتصدقي الفرق بالطعم. بدي ادوق هاي شوي زيادة. الفرق بالطعم كثير كثير بفرق. طيب تمام، بنحطها فيه كثير خطوات. هلا انا نحطها على طبعا هاي الفتة المكدوس لازم تتطبق على طول، يعني بس يكون كل شيء جاهز بيجوكي ناس بتطبقيها عشان ما يتشتش البسكوت وما تشتش كلها. هاي البندورة مقطعة وجاهزة فبتريح ست البيت. هاي بندورة نيولان. بنحطها على الزيت، بنحط علبتين، بنحط شوية هلا بنقليها هيك، نقلبها شوي، بعدين نقلب معها تومة. هلا نحن يعني لاحظي هنا الناس يعني معظم الناس بحطوا كل التومة باللبن. بتطلع كثير طعمه وما بتوزع الطعم. صح. كثير اذا اكلتي بس لبن ما تستطعمي بال، فانا بوزعه على كل ال. حطينا هون وحده تومه، رش رشه ملح، رشه فلفل اسود. رنا مطير، صباح الخير رنا، شكرا لك. غادة البواب ابدا ما بدياك تزعلي مني، هلا بشوف ايش كتبتي واكيد رح اقرا مشاركتك. يسعد صباحك يا غادة. ورح احط الفلفل الحار، اوكي، نص قرن. حطيته بالهذا. طبعا هلا في اشياء يعني ممكن ست البيت تفشيها، في اشياء اساسيه مثلا زي الفلفل الحار اذا ما بحبوهش اهل البيت برضه بتقدري تقيميه، ما في مشكله. الكزبره هلا رح احط كزبره اذا اهل البيت بحبوهاش برضه بتقدري تفشيها، بس طبعا في اشياء اساسيه ما بتنقام. هلا رح احط رب البندوره. سيما ابو رجاله. ورح احط رشه سكر. دائما بسالوني ليش السكر على البندوره، عشان هو بعطيني حموضه كثير زاكي. بس سيما بتقولي جربي الفته مع اليالانجي.
هلا يمكن في ناس بيعملوها هيك بس هي بعملوها ما عمرها مرقت علي ممكن بيعملوها بنفس الطريقه او بحطوا اليلنجي نشوف كيف طعمها هلا رح نحط اهم شيء اللي هو دبس الرمان دبس الرمان بعطينا بحموضه بالزاكه نضل نحرك هلا بس نحس انها نحط شويه كزبره كزبرة بتزكي كثير في ناس بحطوا بقدونس كزبرة في ناس بحطوش ولا إشي بس أنا بحبها كثير وبتزكي كثير تمام هلا بس نحسها شوي استوت لأنه معناش وقت بس نحسها شوي استوت بنسقط فيها البتنجان هاي البتنجان أوكي هلا بس أورجيكم البتنجان كيف نجيب البتنجانة ومنقصها منقصش كل جلدها ولا منخليه شوي يعني شوي شوي طبعا هذا مش ديكور في له سبب هدف اذا قمنا الجلد كله بتفرط بالقليل واذا خلينا الجلد كله ما بيستوي من جوا فلازم نخليها مقلمه بهاي الطريقه وبعدين بنسقطها في البندوره هدي الاغتشات رح اجربها اليوم اكيد صباحكم حلو مثلكم شكرا رانيا سويتي شكرا ميس حسين برضو اهلا وسهلا فيكي ما بعرفش اذا مبين خليني ازيح الهاي سقطيهم هلا هذا البتنجان بنرتبه على الخبز في ناس بيحشوا اللحمه يعني بيفتحوه بيحشوا اللحمه هلا انا هلا بورجيك ما بعمل هيك بحط اللحمه كمان فوقه نرتب البتنجانات حلو فيها الفته بتتاكل بارده يعني ما بتتاكل مش شرط تكون سخنه نحط البتنجانات واحدة واحدة هيك مرتبين هلا المصري بدنا مقادير بسكوت الزنجبيل هلا بتفوتي على موقع رؤيا وعملناه برضو اكثر كثير عملناه كثير بتقدري تشوفي كيف سويناه هلا موقع رؤيا هلا يلا هاي موقع رؤيا زي ما انتم شايفينه هاي هذه شايفه ما يسمى احلى منظرهم هيك هلا بنندير عليهم صوص البندوره اوكي بخليه على النار تقريبا يعني ساعه لربع لازم هلا مرام العمري بتقول انه هي بتعمل فتة المكدوس بس مش بهاي الطريقه بس اكيد رح تجرب طريقه صح انا جربيها ورح تعجبك بنحط نص كميه اللوز هلا انا غاشه شوي حاطه صنوبر وحاطه لوز صنوبري اللوز اللي بتقطع بالطول مرفت ابو هشام صباح الخير وللشيف ايمان يسعد صباحك اوكي هلا اسم الزعبي عم بتقولي انه انت قليتي الباذنجان قبل ما تحطيه على البندوره طبعا انا نسيت اقول لكم انه بتقدري تقليه تقليه بزيت غميق وبتقدري انا بعمله عشان اخفف الدهن بفرده بصينيه وبحط عليه زيت وملح وبشويه بالفرن بيطلع هيك يعني انا هذا شويته شوي عن جد قديش بده خطوات بس زاكية يعني زاكية هلا بدنا نعمل اللبن نسن اللبن بنحط لبن وتومه هاي اهم شيء توم وبنحط كثير بزكيها طحينيه في ناس كثير طبعا ما بحطوا طحينيه بس انا بحط لها كثير بتفرق انا كمان بحط طحينيه بتطيلها نسن اللبن اللبن عباره عن لبن وتوم وطحينيه ام عبد العزيز شكرا لك عم بتصبع علينا سهى صلاح شكرا اميره شعراوي بدي ادير اللبن هلا اوكي ندير اللبن بالتساوي على كل الفته لدينا بشويه مكسرات فضيناها والله لما نفطر وبدنا نقعد ونتحدث بدي احط شويه بقدونس هلا في بقدونس مفروم انا حطينا جوا كزبره وهلا برا بنحط بقدونس برجع بقول انه في اشياء بتدرس البيت ما تحطهم يعني بتقدر تفشيهم بسهوله الكزبره البقدونس بتقدر تقيميهم التومه انت بتحطي قد ما بدك الفلفل الحار اذا اولادك ما بياكلوا بتقدر تقيميه بس الاشياء الثانيه ما بنقدر نفشيها يعني هي اساسيه